فيديو مؤثر في الذكرى السنوية لوالده ابن صلاح الدين الغماري يخطف الأنظار بعدما أصبح شابا بعد أن غاب لعام تقريبا عن مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص عن اليوتيوب. ظهر كريم ابن الراحل صلاح الدين الغماري في الذكرى السنوية لوالده التي تم تنظيمها بالقناة الثانية والتي عرفت حضوره رفقة والدته وجدته من أجل افتتاح استوديو باسم والده بالقناة. وكانت هذه المناسبة كافية لجعل كريم الغماري يدرف الدموع على والده الذي كانت وفاته بمثابة صدمة قوية على كل المغاربة. وقد ظهر كريم في الفيديو وهو متغير حيث أصبح شابا لفت الأنظار إليه.